المناسبة الطيبة ديال مناسبة عيد الشباب. جيت لمقاطعة الصحراء السوداء باش نفرح الناس اللي حضر معنا، وهذا هو دوري أننا نجي نحيي السهرة مع البوبليك مباشرة. متوحشتو شحال هادي ما شفتو إلا التلفزيون قسم ما تحت فرصة أنني كنت يعيطوا لي كان مشي باش مشكل، ولكن علاش حنا هذا غادي يخدمنا وهذا هو يعني كي كنقولوا طرف الخبز ديالنا. أنا بقى معروف العرس كنطلع 37 عام ديال الكارير، ودير هذا هو مصدر العيش ديالنا وديال الفرقه اللي عندي تبارك الله. ما من ناحيه التلفزيون موجود كذلك عيط لي راه كنخاو، كاين الحمد لله البروغرام، كاين اغاني جديده موجود دائما موجود 37 عام، راه ما غاديش شي واحد يعني في البروغرام وفي الاغاني رغم ظروف الانتاج رغم ظروف هذا، ولكن كيبقى انك تستعطي الجمهور ديالك الجديد. هي التواصل الاجتماعي مهم من نجاح الفنان، يعني الفنان ما الكارير غير قليلة ما كاينش تعام تبارك الله، وبان في السوشيال ميديا وتعرف ودار بلاصتو، وهذه يعني مسألة يعني صحية ماشي شي حاجة. الإعلام راه هو الفنان ضروري، الإعلام خصو يكون تابع الفنان. واش غنقول لك أنا الدور ديالي أنا ما يمكنش ننتقدهم، ولكن كل واحد كيفاش كيلقى الشو ديالو كيفاش كيبغي يقدمو للجمهور ديالو، وإلا قبلوه الجمهور راه كتبقى مساله ديال الجمهور هو اللي كي كنقولوا هو الواجهه ديالنا، هو اللي كينجحك هو اللي كيهبطك. الا ما قبلوش داك يعني داك السبيكتاكل داك النوع راه كنظن ان الفنان غيبدل الستيل. انا من ناحيتي انا عندي الستيل ديالي كنخدمو يعني معروف في المغرب، واللي دار شي حاجه وقد عليها الله يكمل بخير.